بسم الله الرحمن الرحيم. انا سالم بحضراتكم. اي حد تابع تشيلسي كويس قلت له ايه الحاجه الايجابيه اللي طلع بيها تشيلسي النهارده رغم الفوز ورغم العقم الهجومي اللي ظهر ملامحه عن طريق الكوره كتير جدا تشيلسي راح بيها وضيعها. تشيلسي عزيزي شاط 41 تصويبه منهم 11 على المرمى بتاع كوبر، بس مع ذلك كوبر حارس بليموس عمل مباراه عظيمه جدا. من افضل الحاجات اللي طلع بيها تشيلسي الفترة الأخيرة هي فكرة 4-3-3 وحتة إنك تلعب باس بالكويتا باك يمين وقدامه في نص الملعب موسم مونت وحكيم زياش. حكيم زياش اللي النهارده واخد تقييم 9.1 اللي هو حكيم حرفيا أفضل لاعب في الملعب. ليه بقى حكيم زياش واخد 9.1 برغم إن حكيم زياش ما سجلش وبرغم إن حكيم زياش ما عملش أسيستات؟ بس لو دورت مثلا هتلاقي إن حكيم زياش عمل 23 عرضية. 23 عرضية لمهاجم صندوق زي لوكاكو، مفترض على الأقل لوكاكو يكون محاول واحدة أو اتنين أو حتى تلاتة، يكون محاول منهم مثلا التلاتة دول فيهم واحدة على الأقل خطيرة، إنما لوكاكو ما جاش معانا النهاردة خالص. يعني لوكاكو كان ضايع خالص. غير كده الراجل عمل تسديدات تم اعتراضها، 5 تصويبات، تسديدة على المرمى 2، لا تسديدة على المرمى 2، واحدة خارج المرمى. يعني حكيم زياش عامل معدل رهيب النهاردة، محاولات مراوغات 8 منهم 7 ناجحين. فانت بتتكلم النهاردة ان حكيم زياش كان مميز جدا. مواجهات ارضية حكيم زياش دخل في 13 مواجهة وخد منهم 9. فلما تتكلم ان حكيم زياش قدم مباراة جميلة جدا رغم ان هو ما سجلش، فلا احنا محتاجين ان احنا نرفع الشغل حكيم زياش على فكرة ان هو نجح جدا في 4-3-3 تاني. نجح في 4-3-3. 4-3-3 بتدي قوه لحكيم زياش في اللعب على الطرف ناحيه اليمين. موسم مونت للامانه مساعده جدا 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 وراه، واسبليكويتا مساعدهم. اسبليكويتا اللي لما الفرقه كانت بتعاني بعد ما لبست هدف اول لوكاكو كان طالع هو المساك بتاع بليموس، والراجل حطها من لوكاكو علشان تشيلسي يبقى مطالب ان هو اللي يجري ورا المباراه. بس ما كانش فيها مشكله، انت عندك نص ملعبك فيه جورجي وفي كوفا وفي كوفا كان هناك ناحيه الشمال علشان خاطر يحرك كارم هوتسون أودوي، اللي مفترض كارم هوتسون أودوي يشيل الناحيه دي كلها لوحده زي ما حكيم بيعاونوا هنا لعيب زي موسمون. اعتقد ان كوفاتيتش ما كانش بيعاون خالص هوتسون أودوي. كوفاتيتش كان بيخش لجوه كتير جدا، كان بيسيب الناحيه الشمال كلها لكالم هوتسون أودوي. وطبعا مالانج صار ملوش دعوه بحوار الادوار الهجوميه والكلام الفارغ بتاع انت تطلع تهاجم، ده هو بيدافع اساسا بالعافيه، فهيطلع يهاجم ازاي؟ وكريستيانسن وانتونيو روديجير كانوا كويسين، بس تحس ان هم ناقصين من غير تياجو سيلفا. تياجو سيلفا اللي لما بيلعب وسطهم بيكون مغطيهم كتير جدا، اما لما تسيبهم الاثنين لوحدهم فربنا يستر اساسا لان هم ضايعين. اما كيبا أريزابالاجا، كيبا اللي برغم ان الفرقه راحت ب 41 كوره على مرمى الفرقه المنافسه الا ان كيبا واحد من نجوم المباراه، لان كيبا تصدى ضربه جزاء حاسمه جدا في الدقيقه 118. ضربه جزاء كانت ممكن ترجع الجيم تاني، نرجع نلعب ضربات جزاء نرجع الجيم. هو ايه اللي حصل؟ ما بص يا صديقي، اللي حصل ان في البدايه تشيلسي لبس جول، بعد كده فضل رجله على جوه المباراه. أزبيليكويتا سجل هدف قبل نهايه الشوط الاول. تمام، دخلنا بقى الشوط الثاني بنضيع برضه. يعني الشوط الاول كان فيه ثلاث كور في العارضه، لعيب تشيلسي بيخش في 6 عرضه وبيضيعه. بسم الله ما شاء الله، هوتسون أودوي بيضيع، حكيم بيضيع، لوكاكو بيضيع، كوفاتيتش بيخش وبيضيع، جورجينيو بيشوط، ماتيو كوفاتيتش وموسم مونت بيجربوا، كله دايس سعادتك. حتى أزبيليكويتا جه من تحت سجل هدف، مش عارفين سجله اهو عشان نقول يا جماعه تاني وتالت ورابع. المدافعين هم اللي كانوا شايلين 3-4-2-1 بتاعت السيد توماس توخيل. قوه تشيلسي الحقيقه كانت في الاطراف، كانت هنا ناحيه اليمين في 3-4-2-1 عند لعيب زي ريس جيمس، وهنا عند ماركوس الونسو. انما الاثنين هافات والفيرويد دول كانوا حاجه ثانوي لما بيسجلوا في تشيلسي. فلما تقعد تتكلم مثلا على مين اقوى لاعب هجوميا كارقام في تشيلسي، هتلاقي ان هو موسم مونت لما قررنا نلعب 4-3-3 قررنا احنا نحطه تحت الطرف اليمين. فانت دلوقتي عندك مشكله في الاطراف وعندك مشكله في الفيرويد، ودي مشكله كبيره جدا بالنسبه لتشيلسي، وهي حته استغلال الفرص وتحويلها الى اهداف. فبصراحه يعني لما كان توماس توخيل بيطلب ان هم يجيبوا هالاند، الراجل طلع كان عنده رؤيه. لوكاكو فرق كبيره غير لوكاكو سكند تيم، يعني لوكاكو الفرق بتاع كلاس بي في اوروبا، الله ينور عليك، هداف عالمي واسطوري. اوديك مانشستر يونايتد بتغني ظلموه، اوديك تشيلسي تقول لي عايز ارجع انتر. ف
فلوكاكو ربنا يستر من فكره لوكاكو البلان بي اللي هو لوكاكو شغال بس فرق تحت، انما لوكاكو عندي ضايع. فانا عايز اعرف البلان بي بالنسبه لتشيلسي بعد لوكاكو يعملوا ايه، لان كاي هافيرتز وتيمو فيرنر لما نزلوا ما كانوش برضو اللعيبه الحاسمه واللعيبه اللي تعرف تخلص ماتش، عكس مثلا ماركوس الونسو. ماركوس الونسو دخل في حته فاضيه في منطقه الجزاء، قدر ان هو يجبر اللعيب اللي معاه الكوره ان هو يبص له عشان يجيب جول. انما لا كاي هافيرتز بيعملها ولا تيمو فيرنر بيعملها. فتشيلسي النهارده الحاجه الوحيده اللي طلع كسبان بجانب ان هو عدى الدور ده، ان هو كسب طريقه لعب 4 3 3 يعرف يوظف فيها لعيب زي حكيمي، يوظف فيها لعيب زي موسو مونت. الناحيه الثانيه اتمنى ان كريستيان بيرسيتش لما يرجع كده ياخد كتير في ناحيه الشمال، او كريستيان بيرسيتش ممكن ما يكونش مصاب اساسا، بس انا كل ما بسال على بيرسيتش بعرف ان هو مصاب، هو مش موجود اساسا كريستيان بيرسيتش. فكده كده كل ما بتسال على بيرسيتش بتعرف ان هو مصاب، وان شاء الله مع رجوع ريس جيمس ومع رجوع بن شيرويل يرجع تاني قوه تشيلسي تكون على الباكات، وكمان حكيم زياش يزيد من على الاطراف. ولما نقول ان احنا هنرجع كريستيان بيرسيتش ناحيه الشمال، فان شاء الله تشيلسي تكون على الاطراف شغاله كويس جدا، لان العمق بتاعك هيفضل عقيم طول ما انت مصمم ان لوكاكو هو اللي هيقدر يشيل العمق الهجومي لوحده. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فتحيه لكل الناس اللي بتشجع كبه على زبجاله، تحيه لكل الناس اللي بتقول انك هتغلط في اسمه، بس عادي عزيزي انا اكتر ناس اللي بحب كبه، بس ما عنديش مشكله ان هو يقعد لمين دكه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو اعمل سبسكرايب، يعني في الحالتين برضه هنستفاد منك بحاجه في القناه، حتى راي سلبي اي حاجه تطلع منك.